الأخبار من ATV العدالة وفيها: مجلس الوزراء يوافق على منح دعم العمالة لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والرخص ذات الطبيعة الخاصة. الكويت تحتل المركز الأول في قائمة أرخص وأفضل مدن العالم معيشة. وزير البلدية يعتمد لائحة النظافة العامة الجديدة. العنف الأسري من منظور شعبي، الأسباب والحلول. وفي صفحتنا الرياضية: نيمار هلالي لموسمين. ومن العناوين إلى التفاصيل: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد دعم العمالة الوطنية لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وعطفا على قرار وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العبان بهذا الشأن. ويهدف القرار إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت وتشجيع الشباب على ممارسة الأعمال الحرة متناهية الصغر وتمكينهم من ممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر من خلال تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتقليص أعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية. أظهر استطلاع أجرته شركة ووركيارد ريشيرش أن الكويت احتلت المركز الأول في قائمة أرخص مدن العالم معيشة، إذ يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد في البلاد 6199 دولار، بينما تصل تكلفة المعيشة إلى 752.70 دولار. وقال التقرير إنه بإمكان الفرد في الكويت الاحتفاظ بجزء كبير من راتبه بعد تغطية نفقاته الأساسية، مما يجعل الكويت المدينة الأقل تكلفة للمعيشة في العالم. واحتلت أبو ظبي المرتبة الثانية والرياض في المرتبة الثالثة، وجاءت دبي والشارقة في المركزين الرابع والخامس في هذه القائمة. أمرت النيابة العامة بحبس شبكة التلاعب بقراءات وزارة الكهرباء والماء احتياطيا لمدة 3 أسابيع على ذمة القضية، بعدما حققت معهم بتهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء والدخول غير المشروع على موقع ونظام معلوماتي وفقا للأنباء. وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت 7 مقيمين بتهمة الدخول غير المشروع على نظام وزارة الكهرباء والماء الخاص بالمستهلكين والتلاعب بقراءات مستهلكين وأصحاب شركات وعقارات وإصدار فواتير مخفضة لصالحهم مقابل مبالغ مالية. قام مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف المهندس راشد العنزي بجولة تفقدية على المباني العامة في مدينة المطلع، وذلك للتأكد من جاهزيتها تمهيدا لتسليمها للوزارات والجهات الحكومية. ويبلغ عدد المباني 113، فيما قامت المؤسسة خلال الأيام الأخيرة بتشكيل لجان استلام ابتدائية لبعض الأعمال التي تشمل على 8 مبان وخدمات البنية التحتية لمركز الضاحية. اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة لائحة إدارة نفايات البلدية والنظافة العامة، تضمنت 33 مادة، وسمحت المادة 10 بالشواء في الشواطئ العامة حسب الضوابط والأماكن التي يحددها ويصدر بها قرار من مدير عام البلدية، وحظرها على الأرصفة والشوارع والطرق والميادين والساحات والحدائق والمرافق العامة والأراضي المملوكة للدولة.
العنف الأسري أحد المظاهر السلبية في المجتمع التي تتطلب جهوداً جماعية لمواجهتها، خاصة وأن أغلب الضحايا من النساء. الأسباب والحلول كانت محور السؤال الذي طرحه الزميل فهد الزايد لمناقشة هذه القضية بمنظور شعبي. النوعية الشاذة وما لازم تكون عايشة بالمجتمع. إذا الأب بيصير قاسي ولا الأم بتصير قاسية على عيالها، شو مصير العيال بيكون؟ التشتت والانحراف التام، يعني لا محال له. فهذا شيء مرفوض بالمجتمع عندنا. طبعا هذا ما يجوز هذا الشيء، لأن ما أخذ تعاليم الدين ولا أخذ تعاليم رب العالمين، يعني الرفع بالابن بالأسرة والاهتمام فيها، هذا المفروض اللي يكون. يعني يمكن واحد يمكن من الطفولة هو يوم صغير لاقى من القساوة من قبل الوالديه فبيطبق هذا الشيء على عياله. والله أنا أقول لك العنف هذا ما يجيب إلا الشر. كل ما الإنسان صار هين لين أموره طيبة، نعم، وأمور أسرته طيبة، نعم، بالتفاهم الأمور كلها تنحل. هذا يكون ممكن عامل نفسي فيه، هو يكون مثلا هو عنده نقص في حياته أو نقص في ذاته، فيحب أن يطلعه على أسرته أو على أبنائه، فيكون هو مشكلته، المشكلة في هو بالذاته نفسه، فيعاني من أمور نفسية. فعنده تضرب، يعني مثلا يدخل الامور، مثلا عنده مشاكل بدوامه او عنده مشاكل في امور الاجتماعيه يدخلها في اسرته، والعكس نفس الطريقه يعني. فهو يكون ما عنده مثل نقول الكنترول، التعامل بينه وبين نفسه، فيحاول انه يطلعه على اسرته او على مثلا حتى لو نقول ربعه او اصدقاء بالدوام. فهو عنده هذه المشكله، فهو مشكلته داخليه فيه تكون. وقعت هيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية حول خدمات حجب ورفع الحجب عن المحتوى الإلكتروني وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين. وقال بيان مشترك للهيئتين إن الاتفاقية تأتي وسط التطور المتزامن في وسائل التصيد الإلكتروني والتحايل وانتحال الشخصيات وعمليات النصب المصاحبة لهذا التطور، الذي يستدعي وضع إطار تنظيمي لحماية المستفيدين من الشبكة من المخاطر المصاحبة لاستعمالها. أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى باهتمام الكويت بكرة اليد النسائية من خلال الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي من خلال الاهتمام بكافة عناصر اللعبة ودعم المدربات ورفع مستواهم الفني. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الاتحاد الدولي للدورة التدريبية التي تقام في سلوفينيا تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبحضور مجموعة من المدربات الوطنيات للاطلاع على آخر المستجدات التطويرية لكرة اليد. وشدد مصطفى على ضرورة الاستمرار في هذه الدورات التي بالتأكيد ستنعكس على كرة اليد النسائية بالكويت، وقال إن الدور الذي يقوم به الاتحاد المدرسي بدعم الرياضة النسائية وخصوصا كرة اليد سيكون له مردود كبير مستقبلا. حسم نادي الهلال السعودي صفقة ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار جونيور، وذلك بعقد يمتد لموسمين وبقيمة مالية تتخطى 160 مليون يورو. هي نصيب اللاعب من الصفقة بخلاف ما سيحصل عليه النادي الفرنسي، والمقدر بما لا يقل عن 100 مليون يورو وفقا لما أكدته تقارير إعلامية اليوم. وخضع النجم البرازيلي للكشف الطبي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أن قامت إدارة الهلال بترتيب الكشف الطبي للاعب الذي من المقرر أن يصل إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة القليلة المقبلة.